فقد ورد أن يوم التاسع من شهر جماد الثاني، أي بعد يومين من الآن، يصادف ذكرى عظيمة، مناسبة عظيمة، وهي ذكرى نزول آية التطهير في سورة الأحزاب، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه المناسبة العظيمة تمت، نزول هذه الآيات تمت في التاسع من شهر جماد الثاني. نزلت هذه الآيات لتشهد بالطهر والعصمة لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تروي السيدة أم سلمة رضوان الله عليها، إحدى زوجات الرسول، تقول: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيتي، يعني في بيت أم سلمة، حينما نزلت هذه الآية المباركة، فأخذ كساء وضمه وضم فاطمة إليه وعليا والحسن والحسين، فجئت لأدخل معهم، فمنعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أشار إلى أهل بيته، إلى هؤلاء الأربعة، إلى علي وفاطمة والحسن والحسين، كما تروي السيدة أم سلمة، تقول: قال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي. ثم دعا لأهل البيت عليهم السلام. تقول السيدة أم سلمة: فدنوت منهم وقلت: يا رسول الله، وأنا منكم؟ اسمح لي أن أكون ضمن هذه المجموعة. فأشار إلي قال: لا، أنت لست منهم. قال: لا، ولكنك إلى خير، كما تقول الرواية. يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهد لها أنها من أهل الخير وأنها من أهل الجنة رضوان الله عليها، ولكنها لم تكن من أهل بيت الرسول بنص الآية الكريمة. ورغم أن هذه الآية وردت في سياق الحديث عن نساء رسول الله صلى الله عليه وآله، ويوحي سياقها أنها تتحدث عن نساء الرسول، ولكن الواقع والحقيقة تشير إلى أن المقصود، مع احترامنا لزوجات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن هذه الآية لا تخص زوجات الرسول، بل تخص الخمسة المعينين، كما ذكر علماء المسلمين جميعا من السنة والشيعة، ولا فرق بين السنة والشيعة، فكلهم إخوة بحمد الله. نصوا على أن المقصود من أهل البيت في قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أهل البيت بإجماع المسلمين، بإجماع كل المسلمين من الطرفين، هم النبي صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة والحسن والحسين. وفي مذهب أهل البيت يضاف إلى هؤلاء الخمسة التسعة من ذرية الحسين عليهم السلام، الأئمة الأطهار. وهذه الآية واضحة في عصمة أهل البيت عليهم السلام، حينما تقول الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، فإرادة الله لا تتخلف عن مراده، إذا أراد شيئا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.
إذا تعلقت إرادة الله عز وجل بتطهير قوم فلا بد أنهم مطهرون، والتطهير ليس هو تطهيرا ماديا أيها الأحبة، وإنما هو تطهير معنوي. المقصود بالرجس ليس الرجس المادي، وإنما هو الرجس المعنوي الذي هو معناه المعصي. أعزائي، أنتقل للحديث عن موضوع آخر يهمنا جدا، ثم بعد ذلك أنتقل إلى الخطبة الثانية. الموضوع الثاني الذي أود أن أتحدث عنه في الخطبة العربية هو الاعتداء الآثم والمجرم والجبان الذي قامت به المملكة السعودية وحفنة من عملائها وذيولها كالبحرين وقطر والإمارات. هذا الاعتداء الآثم على شعب آمن وهو شعب اليمن الأبي، ابتداء من يوم الخميس، من يوم أمس قامت الطائرات والقاذفات السعودية، أكثر من 150 طائرة سعودية تشاركها عشرات الطائرات الخليجية الأخرى، قامت بقصف مواقع في الأردن في اليمن، وحتى صبيحة هذا اليوم بلغ عدد القتلى، زاد عدد القتلى على 40 شخصا، أما الجرحى فبالمئات، وكلهم من المدنيين. هذا الاعتداء الأثيم من قبل السعودية، أولا هو ليس الأول ضد دولة عربية جارة. السعودية قامت بالاعتداء على البحرين قبل سنوات، حيث أرسلت ما يسمى بقوات درع الجزيرة لاحتلال البحرين وقمع انتفاضة شعبها الأبي، وها هي اليوم تبعث بطائراتها لتقصف الشعب اليمني الأبي. والعجيب أن بعض الذيول وبعض العملاء في العالم العربي سارعوا إلى تأييد السعودية في ظلمها وعدوانها على الشعب اليمني، المغرب، السودان، مصر، دول عديدة شاركت في هذا العدوان ضد اليمن الأبي. نحن نستنكر هذا العدوان على الشعب اليمني ونرفع صوتنا دفاعا عن الشعب اليمني المظلوم، ونقف إلى جانب إخوتنا في اليمن المظلوم. وسؤالنا أيها الأعزاء، أن هذه الدولة التي تدعي أنها تدافع عن مصالح المسلمين وتحمل في علمها راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلوا عليه بأعلى أصواتكم، اللهم صل على محمد وآل محمد، هي تعلن أن رايتها الإسلام والشهادتين، ولكنها في الواقع تقوم على تمزيق وحدة المسلمين، وتقوم سياستها على التفريق بين المسلمين. هناك شعب مسلم أبي يخضع للضيم والذل، هو شعب فلسطين في غزة. هل رأيتم السعودية مستعدة في يوم من الأيام أن تقصف العدو الصهيوني؟ هل تجرأ آل سعود الجبناء على أن يخلصوا الشعب الفلسطيني من الظلم الذي يعانيه على يد الاحتلال الإسرائيلي؟ كلا. هذه عصابات داعش الإرهابية
التي تعيث فسادا وإرهابا في سوريا والعراق والأردن، وتقتل الآلاف من المسلمين الأبرياء من السنة والشيعة، هل حاولت السعودية أن تقصف مواقع هؤلاء الإرهابيين؟ كلا، هي لم تحاول قصفهم وحربهم، بل هي التي ساعدت على إيجادهم وتقويتهم وإمدادهم بالمال والسلاح. هذه الدولة الظالمة حكومة السعودية هي اليوم أيها الأعزاء حاضنة الإرهاب في العالم، هي التي تحتضن الإرهاب في العراق، في لبنان، في سوريا، هم الذين أشعلوا الفتنة في سوريا، هم الذين تسببوا في خراب بلد عظيم مثل سوريا، وذلك اندفاعا وراء مشاعرهم الطائفية المقيتة، بدل أن توجه جهودهم وأموالهم وأسلحتهم لمحاربة أعداء الإسلام الحقيقيين وهم الصهاينة والداعشيون، نجد أن النظام السعودي المجرم يقوم اليوم بقصف المدنيين الأبرياء في اليمن، بعد أن أشعلوا فتنة كبيرة في سوريا وتسببوا بمقتل ما يزيد على 200,000 إنسان في سوريا، ها هم اليوم يشعلون فتنة أخرى في اليمن ويقتلون الأبرياء في اليمن ويعتدون على المحرمات في اليمن. هم يدعون أنهم هبوا لنداء ونجدة ذيل من ذيولهم وعميل من عملائهم الرئيس المخلوع المستقيل هادي. بأي مناسبة يتحدث هذا الرجل باسم الشعب اليمني؟ أولا، الرئيس هادي استقال أمام السمع وبصر العالم كله، استقال من منصبه، فهو ليس رئيسا لليمن، ثم هو يعمل ضد مصلحة اليمن، وهو ليس إلا عميل من عملاء آل سعود، يقبض منهم الأموال لينفذ لهم المخططات. أعزائي، اليوم لو لاحظتم الخريطة السياسية في الشرق الأوسط لوجدتم أن هناك نظامين في الشرق الأوسط يخططان معا وينسقان معا ويعملان معا ويدعم أحدهما الآخر، وهما الكيان الصهيوني الإسرائيلي ونظام آل سعود. وليس نظام آل سعود إلا هو ليس إلا وجها آخر للعملة الإسرائيلية. هم آل سعود اليوم تحولوا إلى ناطق باسم إسرائيل وإلى جندي يدافع عن مصالح إسرائيل وإلى عميل يكافح عن مصالح إسرائيل، فتراهم يعارضون الاتفاق النووي بين أمريكا وإيران بمقدار ما تعارضه إسرائيل بل أكثر، ويعملون وينسقون ليلا ونهارا مع إسرائيل من أجل تمزيق وحدة المسلمين. هؤلاء هم المنافقون الذين يتحدث عنهم القرآن في سورة المنافقين، إنهم المنافقون، إنهم الذين يريدون الشر بالإسلام، إنهم هم الذين يتلبسون بلباس الإسلام ولكنهم يطعنون الإسلام من الخلف. اليوم بالذات أيها الأعزاء، خطبة إمام المسجد المكي، أفضل أقدس مسجد في الإسلام، المسجد الحرام، خطبة الإمام ماذا كانت؟ بدل أن تكون الخطبة حول توحيد صفوف المسلمين،
حول توحيد قلوب المسلمين. يعلن إمام الجمعة في المسجد الحرام الشريف أن العدو الأول للإسلام، انتبهوا، ليس إسرائيل، ليس الصهاينة، ليس الأعداء المتربصين بالإسلام. يقول إمام الحرم الشريف المكي الشريف أن العدو الأول اليوم للإسلام هم الشيعة. يا للعار، يا للخزي والعار لهؤلاء العملاء، يا للعار لهؤلاء الذين يتحدثون باسم الإسلام والإسلام بريء منهم، يا للعار لهؤلاء الذين يفرقون ويمزقون وحدة المسلمين بهذا الكلام المؤذي، بهذا الكلام الذي يمزق وحدة المسلمين. المشتكى إلى الله أن تكون اليوم أكبر دولة إسلامية من حيث المال والنفوذ أن تتحول إلى أداة بيد الصهاينة وبيد أعداء الإسلام لتمزيق وحدة المسلمين. وبدل أن يكون العدو المشترك للمسلمين هي إسرائيل، أصبحت إيران هي العدو المشترك، وأصبح الشيعة هم العدو المشترك، وهم لا يستحون من ذلك، يقولونها علانية، يقولونها بكل جرأة ووقاح أن الشيعة هم أعداء الإسلام. لماذا الشيعة هم أعداء الإسلام؟ ألم يقف الشيعة بوجه أعداء الإسلام؟ ألم يقاتل الشيعة الصهاينة في جنوب لبنان؟ ألم يكن دائما الشيعة في المقدمة في مقاومة إسرائيل؟ ألم تقم إيران الإسلامية بإغلاق سفارة إسرائيل بعد أن كانت في زمن الشاه موطنا وموئلا لإسرائيل؟ ألم تقم إيران الإسلام الشيعية بالدفاع عن الفلسطينيين؟ أليست إيران اليوم هي الدولة الوحيدة التي تساعد الفلسطينيين في محنتهم ونضالهم ضد إسرائيل وضد العدوان الإسرائيلي؟ لماذا هذا الظلم؟ لماذا هذا التجني؟ لماذا هذا الحقد الطائفي؟ أكتفي بهذا القدر في الخطبة الأولى لأنتقل إلى الخطبة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.